اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. مرحبا بكم معنا في التواصل الحي من جديد ودائما من العاصمه الاسماعيليه مكناس. كنوجه لكم التحيه اينما كنتم وامسيه سعيده اينما كنتم اينما تواجدتم داخل ارض الوطن او خارجه. نحيي جميع مغاربه العالم مشاهدينا، وفي اخر تحصيل وبائي للعاصمه الاسماعيليه، وكما جاء في تقرير وزاره الصحه الذي صدر قبل قليل ان العاصمه الاسماعيليه تم تسجيل حالتين اصابه مؤكده وصفر حاله وفاه. هذا هو التحصيل يعني الوبائي لهذا اليوم بعمالة أو بمدينة مكناس والنواحي المجاورة لها. وعندما نقول النواحي يعني جميع المدن الصغيرة والمراكز والمداشر المجاورة لمدينة مكناس. فقد تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدة فيما تم يعني على مستوى التلقيح. فالحمد لله فالمغرب تجاوز عتبة أربعة ملايين مواطن أخذوا الجرعة الأولى، فيما أوشكنا على الوصول إلى يعني المليون تقريبا، ف 800 ألف فما فوق من عدد المواطنين اللي تلقاو الجرعة الثانية. عفوا، تحية ليك أختي ملاك المدني، وتحية للناس كازا أهلنا وحبابنا والمدينة العزيزة على القلوب ديالنا كاملين. كذلك للإشارة فقط مشاهدينا، فالحمد لله الأمور يعني بالنسبة لعملية التلقيح فهي تسير على يعني على شكل يعني بشكل جيد لحدود هذه الساعة. وكذلك كنشوفوا حتى كما جاء في بعض التغطيات لقناتنا قناة شوف تي في من مدينة سيدي بنور، وشفنا كيفاش يعني الحمد لله انتقال ديال السلطات والأطر الصحية عند أحد المواطنين اللي كيوصل للسن ديالو 117 سنة، وكيفاش تنقلات عنده الفريق الطبي، وكذلك مرفوق برجال الأمن الوطني والسلطات المحلية إلى بيته إلى منزله ومن أجل أخذ الجرعة الأولى. السلام عليكم، مرحبا بك أخي سيمو كادفي، مرحبا بالجميع الإخوان كل مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في والناس اللي كيتابعونا الآن على هذا البث المباشر. كما قلنا في بداية هذا البث فقد تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدة، زوج حالات، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، على العكس من يوم أمس اللي تسجلت فيه حالتي وفاة مع غياب أو انعدام تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة. للإشارة فقط فمشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في، فكورونا مازال بيناتنا، بقى كورونا كتسارى معنا، وخصوصا هاد الايام اللي شفنا انه كانت واحد ثلاث ايام او اربعه ايام اللي كانت فيها الاجواء شويه مشمسه لدرجه انها مشمسه حتى الحاره، لكن من بعد انقلب الجو خصوصا هاد اليومين يومي الاثنين والثلاثاء كان واحد التغيير مفاجئ لمستوى الاجواء، انخفضت الحراره من جديد، وهذا اللي خلى انه تبان حالات ديال الانفلونزا الزكام. اغلبيه الناس كتبان عليهم الاعراض، اغلبيه اللي ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع هذا الجو وهذا المناخ في هذه الوقيته بالضبط. فهنا كتكون واحد شونجمون د كليما او تغيير في المناخ كيتغير، هنا خصنا ناخذ الاحتياطات ديالنا، وخصوصا اننا مقبلين على فصل الربيع باش غادي يعني مع نهايه فصل الشتاء كنعرفوا التقلبات الجويه اللي كتكون. لهذا ناخذوا الحيطه والحذر ديالنا، ناخذوا مزيد من يعني من الاحتياطات، نخليوا الملابس يعني ما تخفوش، باقي ماشي وقت انه يعني ان يعني نقصوا الحوايج ونقصوا هاد المسائل، باقي الوقت قدامنا.
نصبروا شويه لانه الجو الان كتختلط الامور، كيولي الانفلونزا وزكام ومخلطه القضيه، ما كتبقى تعرف راسك واش انت في يعني واش انفلونزا ولا فيروس كورونا، ولا انت مع من كتعامل. لهذا نتمنى ان الجميع ياخذ الحيطه والحذر ديالو مع الاحتفاظ ومع يعني اخذ الحيطه والحذر ووضع الكمامه بالشكل المناسب، ولو كاع غير مريض غير زكام فناخذ الكمامه ديالي، وكذلك ناخذ فيما يخص يعني التباعد والتعقيم. فهذه المسائل كاملة ما خصناش نتخلاو عليها في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا، واللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يرفع لنا الوباء في القادم من الأيام ونرجعوا لحياتنا العادية. لأن هذا الشيء صراحة ولات كتجيك غير شي عطسة ولا شي جوج عطسات متابعين، فكتبقى كما كنقولوا كتبقى منوي، كتبقى يعني شاك، كتبقى مخلوع. لهذا فكنتمنى أن الكل ياخذ الحيطة والحذر ديالو، والله يرفع لنا الوباء، هذا هو الأساس. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كما جاء في بداية هذا البث المباشر، فالعاصمة الإسماعيلية تسجل حالتي إصابة مؤكدة وصفر وفاة، ولله الحمد. وكنتمنى أنه تكمل الأمور على هذا الحال وتنعدم حتى هذه الحالات. وكذلك تم يعني المغرب ولله الحمد في غضون يعني في ظل بعد مرور هذه الأيام ومنذ انطلاق الجائحة، منذ انطلاق عملية التلقيح، فالآن يعني تجاوز المغرب عتبة 4 ملايين ملقح، وكذلك نحن قريبون من يعني من المليون مواطن أخذوا الجرعة الثانية. وهذا يعني الحمد لله إن دل على شيء فإنما يدل على العمل الكبير اللي كيتقام داخل المراكز والانخراط الكبير ديال المواطنين، والكل مجند لإنجاح هذه العملية. فتحية لكل الأطر الطبية وكذلك أطر وزارة الداخلية وأعوان السلطة ورجال الأمن الوطني وكل من يساهم في إنجاح هذه العملية التاريخية والمصيرية بالنسبة لأمتنا ولمملكتنا المغربية. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، خوتنا مشاهدينا، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعة ديالكم، شكرا على التتبع ديالكم والتواصل ديالكم معنا الايجابي. تحية ليك لالا ملاك، تحية ليك خويا سيمو من العاصمة الإسماعيلية، كنقول لكم أمسية سعيدة والى اللقاء.